السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحاب العربية للسنة السادسة ابتدائي، إذا اليوم عندنا الوحدة الأولى حضارات كونية. إذا سنتطرق اليوم إلى نص وظيفي تحت عنوان شروط قيام الحضارة في الصفحة السادسة. إذا ننتقل إلى الصفحة السادسة، و إذن لدينا أسئلة قبل قراءة النص، ولدينا أسئلة الفهم والتركيب والتحليل في نهاية في الصفحة السابعة من هذا الكتاب. إذن هذه الأسئلة سنجيب عنها شفويا، والأسئلة الأخرى سنجيب عنها كتابيا. إذن ألاحظ وأتوقع. إذن السؤال الأول: أحكي عن حضارة سمعت بها عنها أو شاهدت شريطا وثائقيا عنها. إذن الحضارات القديمة كثيرة وكثيرة جدا. إذن مثلا سنتحدث عن الحضارة اليونانية أو ما يسمى بالحضارة الإغريقية، وهي هذه الحضارة امتدت منذ عام 800 قبل الميلاد إلى عام 600 قبل الميلاد، واشتهر عنها القوة العسكرية والتنظيمات وسن القوانين والأنظمة التي تضاهي الدول المتقدمة. ومن أشهر قاداتها على الإطلاق الإسكندر المقدوني، حيث تملك عددا كبيرا من المعالم التاريخية. إذن هذه نبدأ قصيرة عن هذه الحضارة، الحضارة الإغريقية. السؤال الثاني: ما المشترك بين الصور الثلاث؟ إذن الذي يشترك بين هو أن هذه الصور هي معالم تاريخية أو مآثر تاريخية تعود إلى حضارات قديمة بطبيعة الحال. السؤال الموالي: أقرأ العنوان وأتوقع ما سيتضمنه النص. إذن العنوان هو شروط قيام الحضارة، يعني أن سيتحدث النص بطبيعة الحال، سيعرف الحضارة وسيحدد بعض الشروط التي يعني لا بد أن تتوفر لصناعة حضارة. لصناعة حضارة لا بد من مجموعة من الشروط، هذا ما سيتحدث عنه النص حسب توقعاتنا. إذن نحن لن نقرأ النص لكي لا يطول علينا المقام، وبالتالي سننتقل مباشرة إلى صفحة الأسئلة لنجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذا النص. أقرأ وأفهم أنمي معجمي. إذن السؤال الأول: أبحث عن عائلة الكلمة الآتية حسن. إذن حسن، إذن سنملأ هذه الخريطة حول عائلة الفعل حسن. إذن حسن مثلا يحسن، يحسن محسن، محسن محسن، إذن اسم مفعول محسن. تحسين مصدر تحسين، تحسين محسنات، محسنات محاسن. إذن كلها من أصل الفعل، الأصل الفعل هو حسن. الحاء والسين والفاء هي والسين هي الحاء والسين والنون هي الحروف الأصلية لهذا الفعل. إذن ننتقل إلى السؤال الثاني: أبحث في معجمي اللغوي عن معنى الحضارة. إذن ما هي الحضارة بعد بحثنا عن مفهوم اللغوي للحضارة؟ فالحضارة هي الكل المركب الذي يجمع بداخله جميع المعتقدات، جميع المعتقدات والقيم والتقاليد والقوانين والمعلومات والفنون
والفنون يمكن أن يحصل عليها. إذا الحضارة يمكن يعني أن يستفيد منها أو أن يحصل عليها، يحصل عليها الفرد والمجتمع. إذا هي في صالح الفرد وفي صالح المجتمع، يمكن أن يستفيد منها الفرد والمجتمع. إذا السؤال الموالي: أبحث في أحد القواميس عن معنى الترجمان. إذا الترجمان هو المترجم، المترجم يعني هذا له ارتباط باللغة بطبيعة الحال، ناقل الكلام، ناقل ناقل الكلام من لغة إلى أخرى، إلى أخرى، وهو المفسر للسان، مفسر للسان، والمبين والموضح، المبين والموضح. إذن هذا هو بعض التعاريف أو معاني الترجمان. أجيب إذن الآن، سننطلق مع أسئلة أجيب بعدما انتهينا من أنمي معجمي اللغوي. بما عرف الكاتب الحضارة؟ إذن كاتب في النص عرف الحضارة قائلا: تعرف الحضارة بأنها ثمرة، إذن ثمرة كل جهد، إذن هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان، يقوم به الإنسان. يعني عندما نتحدث عن الحضارة لا بد أن نتحدث عن الإنسان، لأنه هو العنصر الأساسي. إذن لتحسين ظروف حياته، لتحسين ظروف حياته والارتقاء، والارتقاء بمستوى معيشه أو عيشه، بمستوى عيشه. هذا هو التعريف البسيط للحضارة حسب ما جاء في النص. إذن السؤال الموالي، إذن هنا أقصد السؤال قبل من هذا، إذن ما شروط قيام الحضارة؟ إذن شروط قيام الحضارة هي أربعة شروط مذكورة في النص، إذن حسب ما جاء في النص. إذن لدينا الزمان أو التاريخ، إذن الزمان أو التاريخ، و ثم العقل أو الإنسان. عندما نتحدث عن العقل يعني نقصد الإنسان، لأن الذي كرمه الله بالعقل هو الإنسان. ثم البيئة الجغرافية يعني المكان، البيئة الجغرافية، لا يمكن أن تكون حضارة بدون طبيعة وبدون بيئة جغرافية. واللغة، واللغة هي الشرط الثالث. إذا نعود إلى السؤال: ما الشرط الأكثر أهمية في انتشار الحضارة؟ إذا هنا خصنا ننتبه بأن انتشار يعني هناك قيام الحضارة وصناعتها، ولكن هذه الحضارة لا بد أن تنتشر. لكي تنتشر فالشرط حسب صاحب النص الأكثر أهمية لانتشار الحضارة هو اللغة. إذا اللغة هي الوسيلة التي تساعد على انتشار الحضارة. السؤال الموالي: ما الغاية القصوى للحضارة؟ إذن الغاية القصوى للحضارة حسب النص هو تحسين شعور الإنسان. يعني فاش كنتكلموا على الغاية يعني الهدف البعيد، البعيد المدى، هو تحسين شعور الإنسان بالأمان، الإنسان بالأمان والاطمئنان، باش يشعر الإنسان بالأمان والاطمئنان والكفاية، لكي لا يحتاج إلى يعني الكفاية يعني لا يحتاج إلى دول أخرى وإلى حضارات أخرى. يجب أن يكتفي، الاكتفاء ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، وأن يعيش، وأن يعيش يعني الإنسان، أن يعيش الإنسان في مجتمع، في مجتمع
يسوده التفاهم والتعاون والمحبة. إذن هذه هي الغاية القصوى والكبرى من الحضارة. إذن السؤال الموالي في أجيب: أرتب الشروط الأساسية لقيام الحضارة حسب أهميتها انطلاقا من النص. إذن حسب النص، إذن النص أعطى الأهمية للزمان، إذن هذا هو رقم واحد، ثم بعد ذلك للإنسان والعقل، ثم ثالثا البيئة، العوامل البيئية والجغرافية، ثم رابعا اللغة. إذن ننتقل إلى سؤال أسئلة أقرأ وأحلل. أقترح عنوانا آخر للنص. إذن نقترح مثلا مكونات الحضارة، مكونات الحضارة، أو يقدر نأخذ كعنوان الحضارة، يعني أننا نأخذ واحد العنوان مختلف عما جاء في النص. أربط كل فقرة بالفقرة، كل فكرة عفوا بالفقرة المناسبة. الفقرة 2، الفقرة 5. الفقرة: مكانة اللغة في انتشار الحضارة، أهمية عنصر الزمن في قيام. إذن هذا جاء في الفقرة الثانية، ومكانة انتشار اللغة في انتشار الحضارة في الفقرة الخامسة. استخرجوا من النص جملة توجيهية. إذن كاين في النص مجموعة من الجمل التوجيهية. إذن الجملة التوجيهية التي توجد في النص هي: كان لابد أن يكون للحضارة لسان فصيح سهل ميسور الفهم. إذن هذه الجملة هي جملة توجيهية. السؤال الموالي: أبدي رأيي في الشرط الرابع من شروط قيام الحضارة وأعلله. إذن الشرط الرابع هو حول اللغة ودورها في انتشار الحضارة. إذن رأيي في هذا الشرط: إذن اللغة هي لتصدير الحضارة، اللغة هي لتصدير وانتشار الحضارة. إذن باش نصدروا الحضارة نتاعنا وانتشار الحضارة، باش نصدروا الحضارة نتاعنا بعد ما نصنعوها ونبنيوها، وليست شرطا لصناعة الحضارة. إذن يجب أن نفرق بين صناعة الحضارة وبين انتشارها. إذن اللغة هي من أجل انتشار الحضارة، وإلا ستبقى حضارتنا عندنا، يعني أن تبقى في دولتنا، ولكن إذا أردنا أن تنتشر حضارتنا فلا بد من لغة تساعدنا على ذلك. إذن ننتقل إلى السؤال الرابع: ألخص النص في خطاطة. إذن هنا يا شروط قيام الحضارة عندنا الشرط الأول هو الزمن، وعندنا الشرط الثاني هو العقل أو الإنسان، ثم الشرط الثالث هو البيئة الجغرافية، ثم الشرط الرابع هو اللغة لانتشار الحضارة. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي: أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفهيا ثم كتابيا. إذن هنا أسئلة الفهم هي هذه. إذن من خلال ذلك الأسئلة والأجوبة نتاعها يمكن أن نلخص النص فيما يلي. إذن: تعتبر الحضارة ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته والارتقاء بمستواه المعيشي، ولبناء الحضارة لا بد من توفر 4 شروط، وهي الزمان والعقل والبيئة الجغرافية ثم اللغة لانتشار الحضارة. ذلك أن الغاية القصوى من الحضارة تحسين شعور الإنسان بالأمان والاطمئنان والكفاية، وأن يعيش في مجتمع يسوده التفاهم والتعاون والمحبة وغيرها. إذن هذا ملخص بسيط. السؤال الموالي: استخرج القيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص. إذن القيم اللي كاينة في الفقرة الأخيرة، إذن كاين عندنا مجموعة من القيم. إذن كاين
إذن الأمان، الأمان، الاطمئنان، الكفاية، التفاهم، ثم التعاون والمحبة. إذن هذه مجموعة من القيم. السؤال الموالي، أقوم عفوا توقعاتي بخصوص مضمون النص. إذن احنا خلال بداية النص تحدثنا على أن سيتم تعريف الحضارة، وفعلا تم تعريف الحضارة، ثم الحديث عن شروط من خلال العنوان شروط صناعة الحضارة. إذن هذا هو التوقع ديالنا، إذن كان توقعا صحيحا. أبحث عن حضارة من الحضارات الإسلامية، إذن هناك الحضارة الرومانية، الحضارة، هناك الحضارة الإسلامية، هناك الحضارة الإسلامية، هناك حضارة بلاد الرافدين إلى آخره. إذن هناك مجموعة من الحضارات، ومطلوب منا أن نتكلم على حضارة إنسانية واحدة، ولكن نحن تحدثنا عن هذا في بداية التوقعات. إذن نكتفي بهذا القدر فيما يخص هذا النص، شروط بناء الحضارة في كتاب في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي.